ادخل. خش يا اختي خش، خش قدامي يا اختي خش، خش يا اختي خش. تمام يا فندم، على المؤاخذه يا فندم، سعاده الباشا مامور بعد سعادتك الحاله دي يا فندم. طب روح انت يا شاويش عبد الله. تمام يا فندم. تعالي يا ست. اسمك ايه؟ كل اللي في الاسم عارفين اسمي يا حضرة الحكيم. حكيمة ايه يا ست انتي؟ اصلا انا دراعي متعور، وكتر خيره البيه المأمور حول الحالة للست الحكيم. انا مش حكيمة، اسمك ايه؟ طب مش هتعرف الاول بحضرتك؟ اتكلمي كويس من فضلك. اهلي قالولي ما تتكلميش مع حد ما تعرفهوش. وبعدين معاكي، انا ظابط هنا. ظابط؟ انا مش مصدقه عيني، شايفاكي لابسه لبس زي الظباط وحاطه نجوم زيهم، ما صدقتهمش وحياتك. خلصيني بقى، اسمك ايه؟ محسوبتك دريه. مشكلتك ايه؟ ابدا يا ست هاني، جوزي بيضربني في الداخله والخارجه، عملت له لحد دلوقتي 9 محاضر، وان شاء الله ان شاء الله هفضل وراه لحد ما احبسه. عندك ولاد منه؟ 3 يا ست هانم، غير بنت صغيرة على كتفي مش محسوب. طب وفي حد في الدنيا يحبس ابو عياله؟ بيضربني يا ست هانم. بيضربك من الباب للطاق كده؟ راجل خلقي اعمل له ايه؟ وجوزك بيشتغل ايه؟ بيشتغل اهواجي، من 6 الصبح ل6 المغرب. يعني واقف على رجليه طول النهار، تعبان وشقيان عشان يجيب لكم لقمه العيش، وده بيتخلق عليه وده بيتامر عليه. المفروض بقى لما يجي البيت يلاقي شويه راحه وشويه ميه سخنه لرجليه وكلمتين حلوين. الكلام ده باطل يا ست هاني، هو انا جاريه؟ هو انت لما تجهزي شويه ميه سخنه لجوزك وكلمتين حلوين تبقي جاريه؟ بيقولوا لي كده. هم مين اللي بيقولوا لك كده؟ الجيران يا ست هاني. ليه؟ وهو لما بيشتغل ليل ونهار عشانك انت واولادك بيبقى خدام عندك؟ لا خلاص، اهي دي زي دي. روحي وما تسمعيش كلام حد، وجربي اللي كانت والدتك بتعمله مع والدك. بس ابويا كان طيب وامين. جربي اللي كانت والدتك بتعمله، وانت هتلاقي جوزك احسن من والدك كمان. احنا يا ستات لازم نبقى اهدى من كده، ونبقى حنينين وظراف، ساعتها عمره ما هيمد ايده عليكي. وده انت جربتي المحاضر ما جابتش فايده. جربي اللي بقولك عليه، وانا مستنياكي الاسبوع اللي جاي. كلامك حلو قوي، اجربه يا ست الظابطه. عطريس عبد الحفيظ. عايز ايه؟ قوم يا واد فز، كلم السيد رئيس المباحث. مش الواحد يصحى الاول تاخد استراحه بتاعته وبعدين تقول رئيس المباحث؟ ياد يلا بلاش تماضى النار. في حاجه يا باشا؟ اخرس. مين بيكل خد ال 10,000 جنيه من البيت؟ 10,000 جنيه يا بيه؟ احنا ما شفناش حاجه. يا سعاده البيه، محدش خد من سعادته حاجه. هو بيجي ويبقى مبسوط شويه ويبعزق في الفلوس شمال ويمين. ليه بقى مجنون؟ يا سعاده البيه، هي دي اول مره سعادتك تيجي فيها المحل؟ ما هو واحد منكم اللي هاب في الفلوس. وانت من سيادتك قلت ما تتكلمش واخرس. بلاش لماطه يا واد، وقول بدل محبسك. سعاده الباشا، انا وصاحبي ده ناس فنانين، انا شغلتي مطرب الفرقه وهو موسيقي عازف اول الفرقه. مال انا شغلتي بقى اغني وهو يعزف. ايه ده؟ وهو يعزف عدم المؤاخذه يعني، والرقاصه ترقص. مالنا احنا بقى ومال زبون اتلهف منه الفلوس؟ يا سلام. اه والله يا باشا كده. يعني انت فنان؟ اه مال، وصاحبي ده عازف. لما انت فنان ايه اللي نزلك الصاله؟ بنورق يا باشا، بنشرب حاجة ونتكل على الله. سيادتك يعني ما تبصش لمنظرنا؟ لا ده احنا فنانين، فنانين صاعدين وقاعدين واكلين شاربين نايمين صاحيين. امال ايه الغلط يا باشا؟ احنا بتوع الموجة الجديدة. احنا بتوع الاغاني الشبابية. اتفرج يا اخويا على كأنك سواد. سواد ايه يا باشا؟ ولا انت مش خارج اصلاحية دلوقتي؟ ايوه باشا. يبقى انتوا اللي خدتوا الفلوس. احنا ما خدناش حاجه يا باشا. احنا خدنا حاجه، احنا خدنا حاجه، ما خدناش حاجه يا باشا، ما خدناش حاجه. سيادتك اما دورت ولقيته عندنا حاجه، وبعدين ما فيش علم سيادتك بقى حاجه راحت من البيت. هو اللي كان قاعد وبيصرف بمزاجه عدم المؤاخذه، احنا مالنا؟ ماشي، انا هعرف بقى كل حاجه، انا هنا عشان اعرف كل حاجه. عليك نور، سيادتك بقى اعرف كل حاجه. يا عسكري. تمام يا فندم، خدهم كلهم على الحجز. يلا يا صوابي توهو، يلا يا صوابي يلا.
مؤاخذة يا فندم. تحت أمرك يا فندم. أهلا بحضرة الضابط. أهلا بيك يا فندم. إيه الحكاية؟ حكاية إيه؟ سمعت إنك بتعامل المجرمين هنا في القسم بتاعنا معاملة خمس نجوم. يعني إيه يا فندم؟ يعني لاحظ إن أغلبية المترددين على القسم هنا عيال لبط. لو كنا في الزمالك ولا جاردن سيتي ولا مصر الجديدة كانت المسألة فرقت كتير. إنما لاحظي إن أغلبية اللي بيترددوا على القسم هنا مش عايز أقول لك هما إيه. بمناسبة إيه الكلام ده يا فندم؟ بمناسبة إن أنا مش عايز أفاجأ بإن ملازم أول من عندي مضروب بالنار ولا بسكينة ولا بمطوة. مين ملازم أول ده يا فندم؟ أنت يا حضرة الضابط. إزاي يا فندم؟ أعتبر ده تخويف؟ اعتبريه تحذير. أي عيل من العيال المجرمين المترددين على القسم يكون داخلك في سؤال ولا غيره لازم تكون الكلبشات في إيديه. كتير قوي من الضباط الرجالة بيعملوا كده تحسبا من غدر العيال المجرمين دول. فأنت من باب أولى لازم تحافظي على نفسك. وأنا في الحقيقة بقى ما كنتش متحمس قوي لما قالوا لي في الوزارة إن هجيلك في القسم هنا واحدة ضابط ست. لكن أقول إيه للوزارة؟ قلت لهم قسمي مش متحضر بما فيه الكفاية. قالوا لي لا قسمك متحضر. المهم عندي دلوقتي إن أنا حافظ على حياة الأفراد الموجودين جوه القسم. مفهوم يا حضرة الضابط؟ برضو أنا مش هخاف يا فندم. حافظي على نفسك لحد ما تروحي قسم زي مصر الجديدة ولا الزمالك. ماشي يا فندم. ماشي حضرة المأمور. تليفون لسيادتك يا فندم. ليه أنا؟ أيوة فندم. من ماما؟ قصدي يعني من البيت؟ معرفش يا فندم. متشكر. معرفش يا فندم. الو وفاء. اهلا. ازيك يا دكتور؟ عرفتك اول ما قلت كلمه وفاء. والله لا ابد ما عنديش اي مانع، بس انا هخلص شغلي متاخر شويه قوي قوي. لا يساعدني بكل تاكيد. شقة الراجل السكران. متأكد. انتوا واقفين ليه؟ هما اللي قالوا لي. انت بتعمل ايه يا واد؟ بتعمل ايه حد يشوفنا؟ يا اهلا وسهلا. يا اهلا. اتفضل يا جميل. تشكر يا بيه. يا ألف مرحب. أهلا وسهلا. مؤاخذة أنا معاه أخويا يا بيه. أهلا يا أخويا. اتفضل يا جميل. اتفضل يا فاعل. يا أهلا وسهلا. خير؟ أنت بقى يا بيه ما تعرفناش، لكن إحنا بقى نعرفك كويس قوي. تعرفوني منين؟ من الكباريه يا بيه. الكباريه اللي بتسهر فيه. كباريه؟ خير؟ فيه عتريس. اشمعنى عتريس؟ مين انت هتخش لي قافية؟ الواد الغلبان اللي انت اتهمته بسرقة 10,000 جنيه. سرقني اعمل ايه؟ ما هو ده الموضوع اللي احنا جايين لحضرتك فيه. ما هو لو كان سرقك كنا احنا اول ناس عرفنا انه سرق. اصله بقى ماشي معانا تاتا تاتا، عايش معانا وعايشين معاه برضو تاتا تاتا. انا لما اقول سرق يبقى سرق. جميل. ما احنا عرفنا الحكاية. حكاية ايه؟ مش انت لا مؤاخذة كان لك علاقة بالرقاصة اللي اسمها جواهر؟ ما تقوليش كان لك علاقة. احنا داخلين على مشروع جواز وبيننا وبين بعض كل محبة واحترام. وبعدين ما تقوليش عليها رقاصة.
المهم حضرتك اديت لها الفلوس، ولما شربت وتقلت العيار حبتين نسيت انك اديتهم لها واتهمت عطريس وصاحبه بالسرقة، واحنا بقى عندنا شهود على الكلام ده. يعني ايه؟ يعني تيجي معانا وتقل وتعتلب بالحقيقة. عايز نقول الحقيقة عشان يقولوا مقدم لك كاذب؟ يا بيه يا بيه يا بيه، ما انت ما كنتش في حالتك الطبيعية. يعني عايزين اقول لهم ان انا كنت سكران؟ امال بتروح الكباليه تعمل ايه؟ بتصلح ابائيب؟ حلوة دي. هو الكباليه فيه ابائيب؟ يا بيه ده واد غلبان وبيصرف على عيلة كبيرة قوي وحالته حال. المهم انا عارف ان جواهر هي اللي خدت الفلوس، بس انا ما اقدرش اتراجع. واذا ضمنت لك بقى ان مفيش حد هيمسك باي كلمة. وانت بقى يا جميل اللي هتضمن لي؟ اه يا بيه انا اللي هضمنك. برضو لا، ما هو في الحاله دي بقى يا باشا لمؤاخذه يعني ما تضايقش مني، هنضطر نبلغ المدام ملاطك في اسكندريه. انتوا تعرفوا المدام؟ احنا بعون الله نعرف عنك كل حاجه. افكر. ما فيهاش تفكير، ما هو المدام فلوسها كتير، ولو عرفت انك بتيجي مصر تلعب بايدينك وانك بتيجي عشان تقابل جواهر مش عشان تشتغل هتعملك بسطرمه. ده انت بنت أبلسة. قلت ايه يا بيه؟ هتعترف ان جواهر هي اللي خدت الفلوس ولا نروح 14 شارع توني بالأزاريطة؟ ها؟ هنقول لملاطة. احسن واحلى ميكس جريل ممكن تاكليه في الدنيا في المكان ده. انت عرفت منين؟ ما انا قعدت دايما قبل ما اروح اي مكان ادرس احلى مكان واحلى موقع نقعد فيه واحلى ترابيزه واحلى اكل عشان يليق بمكانتك وجمالك. اعتبره غزل ده؟ غزل؟ انا اقدر ليه لا؟ أي بنت في الدنيا بيسعدها الكلام الجميل، خصوصا من شخصية متميزة زيك. ياه، أحلى حاجة فيك إني خليت حاجات كتيرة قوي 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 في الدنيا دي تحلو في عينيا. مش عارفة ليه يا دكتور، رغم نجاحك الكبير وتألقك الزايد بحس إن في حاجة كده مخلياك مش سعيد قوي. بصراحة بقى ده اللي بيشدني ليك اكتر. تتشد الواحد مش سعيد قوي؟ اه. ليه؟ لاني حسيت اني عايزه يبقى لي دور في تكمله سعادتك. يمكن هنبقى اصحاب ويمكن هنبقى قرايب. انا كل يوم بيمر بحس اني كان معايا حق لما كنت بقول لنفسي وفاء هي اللي هتصالحني مع الحياه. اذا كنت انا هصالحك على الحياه انت بقى كنت سبب في حياتي نفسها. ومع ذلك الحياة عملت لك ايه؟ يا دي قصة يطول شرحها. ومع ذلك اعتقد ان هو ده اللي اخرني عن الجواز او صرفني عنه نهائي. قلت اهتم بعملي بحاسي بعملياتي لحد ما سهرت انت في حياتي وفرضت نفسك عليا فرض. انا في الاول كنت بقول ان يمكن تكون مجرد حالة عطف على شابة جميلة في ظروف صحية دقيقة، لكن مع مرور الوقت اكتشفت ان مجرد رؤية الشابة الجميلة دي سعادة، سعادة ما بعدها سعادة. فكرتني لما كنت في المستشفى، كنت في فترة النقاهة بتمنى ان اي حاجة توجعني عشان اتحجج واقول لفوزية الحكيمة انتهيلي الدكتور بسرعة عشان اشوفك. كنت بقول قول يا رب ما كنش واخدة من واحدة تانية، يعني يا رب ما يكونش
متجوز. هو فعلا مش متجوز. الله زعلان ليه يا عم الشباب؟ مش الحمد لله ربنا كرمك وطلعت منها على خير؟ طلعت منها انما برضك السوابق دي هتفضل لازقه فيا. امال انت فاكر نفسك ايه؟ انت يا حبيبي كده ولا كده متعاص؟ اول ما حصل حاجه انت مالكش ذنب فيها خدوك وجردروك على مرا وشك على الاسم، قالوا هو ده خريج الاصلاحيه ورد السجون، وهتفضل متعاص كده على الفاضي. انا لاقي تتعاص على المليان. انت ممكن تبقى اكبر هجام في مصر، بس يا خساره مش عارف قيمه نفسك. اسمع كلامي، انا هعرفك على شله نكسب من ولاهم هبل. مش فاضل غيرك انت زكى حرام غسيل. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لا وانت فاكر انك هتبقى فنان لما تشتغل في عيله بالليل دي؟ اطمنى يا اخت اطمنى، رفضونا انا والرقاصه، قالوا مش عايزين دوشه. ده انا كنت بعمل عمايل، كنت بقول ولا يا جدعان دي الصلاه كانت بتتكسر عليا. يا وداع يا واد، ده احنا قدامنا عمليه حلوه قوي. بنت نوره ما تبرقليش يا نوره، انا بقول لك اهو عجيبه جدا، اول مره اشوف واحده بتشجع اللي بتحبه للانحراف. اقعد انت بقى اتكلم كده الكلام الحريم ده. يا عمنا اسمع كلام، تعال اعلفك على الرجاله وشوف اول عمليه هتطلع بكام. مش هعمل الحاجات دي خالص. بقول لك ايه يا عطريس؟ بقول لك يا نوره، انا عارف انك انت جدعه وطلعتيني من الورطه اللي انا كنت فيها بجدعانتك وشهامتك، الا ان برضه بقول لك انا مش هشتغل حرامي. الحقيقه يا دكتور يحيى انت وصفتهم وصف عظيم جدا وشكرت فيهم قوي، لكن اللي انا شايفاه يفوق كل الاوصاف. مرسي يا هاني، مرسي قوي. ما خبيش عليكي ان احنا كان يهمنا في الدرجه الاولى ان احنا نناسب ناس من اسره غريقه اصيله، يعني بيت محترم. ده كان هدفي وهدف ابني وهدف الاسره كلها، والحمد لله الهدف اتحقق وربنا يتمم بخير. العفو يا فندم، احنا اللي شرفنا الناس بناس طيبين زيكم. ايه الحكايه يا طنط؟ انتوا هتفضلوا تتبادلوا الكلام الفخم الرسمي ده؟ ربنا يقدم ما فيه الخير ان شاء الله. من حيث التفاصيل اعتقد ان احنا مش هنختلف اطلاقا. حضرتك اطلبي واحنا ننفذ. نطلب ايه يا طنط؟ احنا ملناش طلبات خالص. فعلا يا فندم احنا ملناش اي طلبات، احنا هنتشرف بيكم. اهي دي الجوازة المشرفة بصحيح. انا بس ليا طلب صغير قوي، ما افتكرش الدكتور يحيى هيرفضه. يا فندم حضرتك تأمري. انت عارف ان انا ست وحيدة وعمري ما بعدت لحظة واحدة عن وفاء، فياريت يعني تقبل انكم تقعدوا معايا هنا، وأوعدك إنكم مش هتحسوا بيا خالص، يعني مش هضايقكم بالمرة. تضايقينا إزاي يا ماما؟ كوثر هانم، متهيألي إني أكتر واحد يعرف قيمة وفاء بالنسبة لحضرتك وإنت إيه بالنسبة لها. وأؤكد لحضرتك إن أنا أبقى سعيد جدا لو عشنا كلنا مع بعض. يبقى على بركة الله يا جماعة، يبقى ندعو العيلة كلها ونقرأ الفاتحة ونحدد يوم لكتب الكتاب، وربنا يتمم بخير. Oh,
مش ناقص غير انكم تجيبوا مزيكة حسب الله. حسب الله ايه تراخر؟ انتوا مش عملتوا فرح كبير كلفتوه الشيء الفلاني، والعريس والعروسة سافروا اوروبا قعدوا شهر ونص صرفوا الشيء الفلاني، هترجعوا التاني تعملوا زيتة وزنبليطة؟ زنبليطة ايه؟ دي عزومة صغيرة كده على الماشي. انت ناس ان دي اول مرة وفاء هانم تغيب فيها المدة الطويلة دي عن والدتها، عشان كده مستنياها في المطار 5 ساعات. يا راجل دول قعدوا شهر ونص في اوروبا من باب الافتراء. اخلص هذا يا معارف، خلص خلاص معارف، قوم المطار. الحمد لله على السلامة. ازيك يا معارف؟ صباح السلامة يا دكتور. الله يخليك يا عم. انت كمان وحشتيني قوي قوي يا ماما. انا مش عارفة انت ما جيتيش معانا ليه. بقى ده كلام برضو، اديني يا ستي جيت على نفسي واستحملت. نورت بيتك، نورت بيتك يا دكتور. الله يخليك، ده منور بحضرتك طول عمرك. على فكرة أنا عايز أشكر حضرتك جدا، حضرتك مش أهديتيني زوجة، لا أهديتيني جوهرة نادرة. قولي لي بقى يا ماما، إيه المفاجأة الحلوة اللي أنتي محضريها لي اللي قلتي لي عليها في السكة؟ عاملة لكم حفلة كبيرة قوي الليلة. ولو اني ما كنتش عايزة أسهر النهاردة، عندي شغل الصبح بدري، ما أنا لازم أستلم شغلي بقى، الأجازة خلصت. يا ستي لا 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 يا يحيى، مفيش الكلام ده في الضبط والربط. الحمد لله على السلامة حظاظ. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة حظاظ. الله يسلمك. انا جيت. اهلا. ايه المفاجاه الجميله دي؟ ازيك يا خيري؟ ازيك. ازيك؟ لا على مكتبك. انت ما كنتيش عارفه اني جايه ولا ايه؟ كنا بنقول انك هتستحلي شهر العسل. لا انا في الظبط والربط تمام. طب تعالي احكي لي. احكي. انت بعد الظهر تيجي تزوريني واحكي لك على كل حاجه، وبالمره تاخدي هديتك. جبت لك هديه تجنن. وحشتيني وحشتيني قوي. اهلا بحضرة الضابط، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فندم. تفضل. ها اخبار الجواز ايه؟ الجواز تمام يا فندم. انا قلت بعد الجواز يمكن تغير رأيك وتسيبينا. لا موضوع الشرطة ده يا فندم موضوع رئيسي بالنسبة لي. يعني اطلع على منها بقى؟ لا العفو ما اقصدش يا فندم. عموما شرفتي ونورتي والف حمد لله على السلامة. نزل ايدك. انا هجري منك، انا هجري منك. اسكت. انا هجري منكش. وش يا مجد وش؟ تمام يا فندم. في ايه؟ ساعة مأمور يا فندم بعت المجرم ده قال لي وديه عند حظاظ وفاء. تعالى هنا. نعم. انت اسمك ايه؟ اسم عتريس. عتريس؟ عتريس. ولا انا من مؤاخذة انا اسمه الحرامي ايه؟ ابو حليم حافظ. اتكلم كويس. ياض ياض. حلو يا ياض. دي بقى خليتنا اتاكد سيادتك ظابط بحقه حقيقي. انت هتتكلم عدل ولا قوم الطش لك؟ لا بالراحه حظاظت. انا على فكره اقول لسيادتك حظاظت ولا يا ظابط هانم؟ اخرس اخرس. دي بتاعت لواء، عليها اللعبه بتاعت لواء. ياض بلاش لماضه، وقف ساكت، ولما اسالك سؤال ترد على قد السؤال لعورك. طيب سيادتك يعني على المؤاخذه يعني بالراحه بالراحة، لك كوني مثلا سيادتك حامل ولا حاجة والنرفزة والعصبية تبقى خطرة على الجنين. ربنا قوامك بالسلامة انت واللي زيك يا رب. اللهم طولك يا روح. نهايته. انت جايبينك هنا ليه؟ سيادتك ممكن تسأليهم هم. سيادتك انا بسألك انت. وعدم المؤاخذة يعني اي سرقة بتحصل عندكم هنا في دائرة الكراكون بيجرجروني على طول، ولما اخذ للسرقة امبارح بقى كان عبارة عن تحف ومجوهرات. انا ماليش في الصف ده. سيادتك بقى زي ما بتقولي ايه، انا اسرق تلفزيون، فيتيو، هاي فاي، يعني اي حاجة من دي، حتة نابوليا، لكن التحف والمجوهرات ما بفهمش فيها. سيادتك ببيعها بالرخيص، بتخم فيها سيادتك. الله الله، ده انت بتتكلم على بلاطة اهو. وعدم المؤاخذة انا لازم اتكلم على بلاطة، اذا كنت انا مسجل خاطر. طب قول لي بقى انت بتسرق ليه؟ جينا للجد سيادتك، وزي ما تقولي كده ايه، مزاج، هوايه، يعني زي ما عندكم بالظبط كده في عالم الحريم يقولك العروسه تهوى التطريز وثقافتها الفرنسيه، انا برضك اهوى السرقه وثقافتي الاميه.
انت هترجع تتكلم عوج تاني؟ احنا اقول لك ايه بس يا ست الضابط هانم؟ ست الضابط هانم؟ اسمي حضرة الضابط. يعني اقول لك ايه يعني؟ اقول لك بسرق ليه؟ بسرق عشان اعيش، بسرق عشان اهلي ما ربونيش، بسرق عشان المام. عدم الوغز يعني شوية البرفان اللي انت حطاهم دول ياكلوا عيلة ليلتين بحالهم. مالكش دعوة بيا انا وخليك في نفسك. مالكش دعوة بيا انا وخليك في نفسك. يبقى سيادتك بقى عايزة تحط راسك في الرمل. يعني ايه ياض؟ يعني عدم الوغز يعني زي ما بتخلي بالكم من نفسيكو خلي بالكم مننا، احنا برضك بني ادمين دم ولحم وبنجوع وبنعطش. المجتمع مفتوح على اخره للعمل الشريف، ما تبصش لغيرك واشتغل وانت تبقى احسن مني. انت عايز بقى تبقى بلطجي، دي حاجة تانية. انا ما بقيتش بلطجي بخطري، انا رجلي زلت ودلوقتي حتى لو فكرت ان انا ارجع تاني انتوا مش هتردوا. ليه؟ لان خلاص بقيت مسجل خاطر. يعني سرقت ما سرقتش اي جريمة تحصل في دايركو هتجرجروني على هنا على طول. يعني ما عنديش فرصة ان انا مبقاش حرامي. مش عارفة انا مصدقك ليه. عشان بتكلم من قلب يا باشا، عشان كل الحرامية نفسهم ما يبقوش حرامية. نرجع لمرجوعنا. نرجع لمرجوعنا. انت سرقت امبارح في القضية اللي جايبينك فيها؟ انا قلت لسيادتك انها ماليش لا في التحف ولا في المجوهرات. سرقت؟ ما تشخطيش فيا يا باشا. الله، برضك الراجل راجل والست ست، عيب كده. انت امبارح سرقت ولا ما سرقتش؟ ما سرقتش لسبب بسيط جدا. اتفضلي سيادتك. ايه ده؟ ده جواب من القصر العيني، وانا خارج الصبح النهارده الساعه 10 الصبح، وانا خارج بقى وداخل على الحاره راحوا تلقفوني، والعلم سيادتك مكتوب ان انا قعدت في القصر العيني 4 ايام. كنت عيان؟ لا كنت بتفسح. كلم عادل بقولك. لا ما انا بتكلم عادل اهو، بقول لسيادتك كنت بتفسح. اصلهم سيادتك قالوا لي ايه، هتعمل عمليه لحميه في مناخيرك. قلت بس انتهز فرصه واخش جوه اكل اكل العيانين. ما عند انا ما اعرفش ايه عمليه اللحميه اللي عملوها لي دي، بس هي تقريبا حاجه في المناخير وخلاص. طب هات الجواب وخليك ملطوع هنا. حلو ملطوع دي. اخرس خالص. حاضر. خليك معايا عسكري. تمام يا فندم. اخس 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 عسكري زهرات، بتدي تحية لواحدة ست؟ اسكت يا عفريت، اسكت امال ما تقدرش من اهلي. طيب ادي قاعدة. قاعدة؟ انهض يا عفريت، انهض يا مجرم. لا ما تقلقش، هبعتهولك على طول. طيب مع السلامة. تمام يا فندم. اتفضل روح له وكلمني من عنده. تمام يا فندم. عملت ايه مع الواد عتريس؟ متهيالي يا فندم سرقة امبارح بالذات ملوش دخل بيها. فعلا هو ملوش دخل بيها، ومش هو اللي سرق، واتضح لنا ان اللي سرق واد من منطقة تانية وقربنا نعرفه. لكن مهم هتعملي ايه مع الواد ده؟ اللي تشوفه سعادتك يا فندم. ما يغركيش ان الواد ده ما سرقش امبارح، لا ده الواد ده شقي ومتعب ومقرف. والله يا فندم متهيالي اننا نقدر نعالجه. يا ريت، تبقي خدمتيه وخدمتينا. الواد ده عارف المباحث قوي، يتمسك في قضية يطلع منها يجيبوه بعد شهرين في قضية تانية. يا ريت نقدر نحول حرامي زي ده لمواطن صالح، وده دايما رأي سعادتك يا فندم. بالظبط. اسمح لي يا فندم انا همشيه، وان شاء الله مش هيرجع متهم تاني. ما تتعشميش قوي كده، المسألة مش بالسهولة دي. ربنا يسهل. ربنا يسهل. الو. اهلا يا باشا. قوموا عفياض. انا مبسوط كده يا سيادتك. يعني بطل لماضة، مش عايز تخرج؟ وسيادتك بتقولي لي اقف عشان اخرج؟ اي يعني ما فيهاش حجز 5 6 ايام ولا ضرب على القفه ولا حاجات من دي؟ لا هتخرج، اتفضل روح. خبط لازق كده روح. حاضر روح. Thank you.
البسيه ومالك ومالك ومن اللي